السلام عليكم. من خلال لقاء اليوم راح نتعرف على برنامج خاص بجوجل درايف اللي بيمكنني من مزامنة ملفاتي الشخصية اللي موجودة على الحاسوب الشخصي مع الحساب الشخصي الموجود في جوجل درايف، وهيك بعطينا عدة إمكانيات للتنقل مع الملفات اللي دائما بيكون معي في الإنترنت، إضافة لنسخة احتياطية من ملفاتي اللي بيكون في الإنترنت للمحافظة عليها من التلف أو من الضياع. فخلينا بداية ندخل على جوجل درايف، وراح نشوف في الصفحة الأولى إنه في عندي إمكانية لتحميل البرنامج اللي اسمه Drive for PC. خلينا نضغط على الارتباط، راح نشوف إنه عملية التثبيت أو بداية تحميل الملف راح تبلش. وطبعا مثل ما احنا عارفين عملية التثبيت جدا بسيطة. في المراحل الأولى راح يقوم البرنامج بالتثبيت على الحاسوب، وفي الخطوة الأولى من تفعيل البرنامج راح يقوم البرنامج بطلب تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في الجيميل، وهيك البرنامج يعني يميز المستخدم حتى يتم مزامنة ملفاته الشخصية مع حسابه الشخصي بالإنترنت. طبعا في التثبيت راح نشوف إنه في عندي آيكون راح ينضاف للحاسوب، ومن هنالك بنقدر نبلش في تعديل الحساب الشخصي. خلينا نشوف فقط البرنامج كيف بيظهر. بنلاحظ هون انه في عندي الايكون الخاص في جوجل درايف، اذا بنضغط عليه بنشوف انه الخطوة الاولى اللي بيطلبها مني وهي الدخول الى الحساب الشخصي. فخلينا نقوم بعملية تسجيل الدخول بواسطة الضغط على Sign in Now. في هاي المرحلة رايح البرنامج يكون ب يعني التعرف علي كمستخدم في الجيميل، وبيطلب مني طبعا تعريف المجلد اللي انا راح اكون بمزامنته مع الحساب الشخصي. خلينا نشرح الموضوع بطريقة ابسط. في المرحلة هون انا بقدر اكون ب يعني تحديد الملف او تحديد المجلد اللي راح اكون ب يعني مزامنة الملفات الموجودة فيه مع الجوجل درايف، وهيك بيكون في عندي نسختين، نسخة على الحاسوب الشخصي اللي موجودة في المكان اللي أنا راح أحدده كمان شوي، ونسخة الثانية راح تكون في الماي درايف في الملفات الموجودة هون. فخلينا نقوم بتحديد المجلد اللي بدنا نقوم بمزامنته. بنختار مثلا ماي دوكيومنت، طبعا في هاي الحالة أنا قمت في اختيار الماي دوكيومنت، ولكن البرنامج بيقوم بإنشاء مجلد خاص فيه اللي اسمه جوجل درايف، اللي كل ما يخص ملفاتي الشخصية بقوم بتخزينها في المجلد اللي اسمه جوجل درايف، وهيك بعملية بسيطة البرنامج بيقوم برفع كل الملفات الموجودة في المجلد هون للحساب في الجوجل درايف. طبعا راح نتطرق لها كمان إمكانية لرفع كل ما يخص ب أو تحميل كل ما يخص الملفات الموجودة في الحساب الشخصي في الجوجل درايف إلى الحاسوب الشخصي أي عملية عكسية، وهيك بنضغط على Start Sync على أساس إنه تبلش عملية مزامنة المجلدات. راح نشوف إنه كل المجلدات الموجودة هون في الجوجل درايف، كل المجلدات مع الملفات الموجودة في الجوجل درايف راح يتم مزامنتها مع المجلد الموجود على الحاسوب الشخصي. خلينا نشوف المجلد. بنلاحظ انه احنا موجودين في الماي دوكيومنت، طبعا في المجلد اللي احنا كنا باختياره، والبرنامج قام بانشاء مجلد جديد اسمه جوجل درايف. من هاي اللحظة كل ملف او كل مجلد انا بقوم بانشائه داخل المجلد جوجل درايف اللي موجود على الحاسوب الشخصي سيتم رفع الملفات الى الحساب الشخصي في الجوجل درايف بطريقة اوتوماتيكية. خلينا فقط ناخذ يعني مثال بسيط. بنشوف هون ان انا موجود في الماي درايف في الصفحة الرئيسية، وبنلاحظ ان هون فيش عندي مثلا ملفات وورد. خلينا فقط نفتح مثلا الوورد، بيقوم ب يعني حفظ الملف في مجلد اللي اسمه جوجل درايف، وراح نشوف كيف عملية رفع الملفات راح تتم. نختار جوجل درايف من الماي دوكيومنت، مثلا اسم الملف دوك واحد، نختار سيف.
راح نلاحظ انه البرنامج راح يكون بمزامنة الملف مباشرة مع الانترنت، وهيك الملف راح يبين عندي في الحساب الشخصي. بنلاحظ ان المجلد او الملف الوورد اللي انا قمت بحفظه على الحاسوب الشخصي تم رفعه بطريقة اوتوماتيكية الى الحساب الشخصي الموجود في جوجل درايف. وهيك طبعا انا بضمن دايما انه اي ملف انا بقوم بالعمل عليه وحفظه في الحاسوب الشخصي بشكل اوتوماتيكي بيكون له نسخة احتياطية في الحساب الشخصي. فهيك احنا شفنا عملية رفع الملف من الحاسوب الشخصي الى الحساب الشخصي في الانترنت او في جوجل درايف. خلينا نشوف العملية العكسية. اذا انا بقوم بانشاء ملف، مثلا ملف دوكيومنت من الجوجل درايف، فقط خلينا نعطيه اسم مثلا ماي دوك 11. طبعا عملية حفظ الملف بتتم بطريقة اوتوماتيكية. انا طبعا هسه موجود في الصفحة الاولى من جوجل درايف. بنلاحظ ان الملف تم انشاؤه حسب الاسم اللي انا قمت باختياره. اذا بنشوف المجلد اللي انا قمت بانشائه، راح يتم مزامنة الملف بطريقة سهلة جدا. وهيك دائما بيكون في عندي يعني نسخ من كل الملفات الموجودة على الحاسوب مع الحساب الشخصي في الانترنت. بنشوف ان الملف تم مزامنته، وانا هيك في عندي دائما نسخة من جميع الملفات. تلخيص بسيط لكل ما تحدثنا عنه اليوم. تحدثنا عن البرنامج الخاص بجوجل درايف، كيف بنقوم بتحميله. تحدثنا عن الخطوة الأولى في يعني الدخول إلى البرنامج، وكيف تحديد المجلد اللي أنا بدي أقوم بمزامنة الملفات الموجودة فيه مع الحساب الشخصي في الإنترنت. وشفنا كمان أمثلة كيف إنه كل مجلد أو كل ملف أنا بقوم بإنشائه داخل المجلد اللي أنا قمت باختياره سيتم رفع الملف بطريقة أوتوماتيكي من قبل البرنامج درايف الى الحساب الشخصي في الانترنت. وهيك بكون عندي دائما نسخة احتياطية من اي ملف انا بقوم بانشائه. طبعا في دروس لاحقة راح نتحدث عن باسهاب اكثر عن كل ما يخص التعامل مع الملفات الخاصة بجوجل درايف لانشاء عارضات ومجلدات الكترونية. وشكرا لاصغائكم.